الشيخ إبراهيم أبو عليان وهو من مشايخ سيناء أن الدولة قامت بجهود كبيرة للتنمية في سيناء في قطاعات منها الكهرباء والطرق والمياه. أضاف أبو عليان أن المواطن السيناوي أصبح في صدارة اهتمامات الدولة. الدولة قامت بجهد جبار في المرحلة الماضية. أول حاجة على مستوى الطرق، نستطيع أن نقول أن على مستوى سيناء تعدت 3000 كيلو متر الطرق على أفضل التقنيات الموجودة على مستوى العالم. نستطيع أن نقول أنه في محطة كهرباء على أحدث النظم العالمية في مدينة الشيخ زويد دلوقتي، تمام. هذه المحطة تغذي قدرتها كبيرة جدا فوق قدرات المحافظة يعني، تمام. وبالتالي نستطيع أن نغذي مناطق كثيرة في شمال سيناء وخارجها. في محطات مياه تم إنشاؤها بكثرة في هذه المنطقة. أيضا أستطيع أن أقول أننا الآن عملنا مدينة رفح الجديدة، رفح الجديدة بجوارنا على بعد 5 كيلو من هنا. هذه المدينة هي تضاهي أفضل المدن العالمية إنشاء وتقنية وعلى كل المستويات. أضف إلى ذلك أننا إحنا اليوم المواطن في أولويات اهتمامات الدولة، نختلف عن أزمنة سابقة، لكن اليوم المواطن في صدارة أولويات اهتمامات الدولة في المرحلة الحالية وخصوصا في سيناء، وهذا ما شاهدناه في المرحلة الماضية من خلال تواجد المؤسسات ومن خلال الانتشار من خلال القوافل ومن خلال بداية إنشاء بداية بناء الإنسان المصري، المبادرة التي قام عملها السيد الرئيس أو أمر بها السيد الرئيس أو وجه بها السيد الرئيس في المرحلة الماضية. كل هذه مرحلة نستطيع أن نقول أن القادمة أفضل وأن المرحلة القادمة أفضل مما من سابقة إن شاء